بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الظرفاء يعلق في بعض الفيديوهات، وأتابع ذلك لكي أنتفع بتوصيات الناس ومقترحاتهم وتوجيههم ونصائحهم، فالدين النصيحة، فجزى الله خيرا كل من ينصحني ورحم الله ورضي الله عن عمر قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فيقول: لماذا لا تتكلم عن كثير من الأحداث في بلدك، وتكون تلك الأحداث يعني تحتاج إلى تدخل بإذن الله لتأطيرها شرعيا ولتوعية الناس؟ فنقول بالله التوفيق: جزى الله خيرا كل من ينصحنا. ثانيا، نحن مقصرون في كثير من الأمور ونحتاج إلى من يوجهنا، ولن نستنكف أبدا أن نسمع من يوجهنا، فجزى الله خيرا كل من يوجهنا. والمسألة الثالثة هي أنه بإذن الله تعالى مهمة الإنسان المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة وبالتي أحسن، يبتغي بذلك وجه الله. فأسأل الله تعالى أن يبقيني ما بقيت حيا أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا أريد سوى وجهه. فاليوم وككل الأيام التي مضت والسنوات، دائما دائما نحرص على أن نشيع الخير بين الناس ونشيع كل ما ينفع الناس، نحاول أن نزيل الشبه التي تفتن عقول المسلمين، نحاول أن نذكر الناس حتى لا ينزلقوا إلى سوق الفواحش والشهوات، نحاول أن نوجه الشباب إلى ما يخدمهم في الدنيا والآخرة، خاصة الشباب. هذه في جانب. النقطة الثانية، أيها المسلمون، حينما نرى الغرب يحارب الإسلام ويدعو إلى الدين الإبراهيمي وإلى تكسير الحواجز بين أهل التوحيد وغيرهم من أهل التثليث وإثبات البنوة لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذا كان يأتي هذا من تلك البلدان فلا غرابة، ولكن الغرابة أن يكون ذلك عياذا بالله ضمن دعوات بعض الناس في بلادنا. لكن يقول ربما هؤلاء الذين يتبنون هذا الخطاب يكونون متبنين أجندة أعداء الأمة لتمييع الدين، لكن الغرابة الأغرب إذا كان هذا الأمر يكون في المناهج التعليمية، والأغرب من الأغرب الأغرب أن يكون مادة في مادة التربية الإسلامية، والأغرب من الأغرب من الأغرب أن يكون امتحان يمتحن فيه طلبة الباكالوريا في مادة التربية الإسلامية، والتي تدعو عياذا بالله إلى التطبيع مع الديانة الإبراهيمية التي صار الآن يتم التشجيع لها، وفي مادة التربية الإسلامية لا حول ولا قوة، واتهام الشريعة الإسلامية بالجمود وأنها لا تجتهد أو لا يجتهد علماؤها، خاصة وأن فقهاءها لا ينبغي الاعتماد عليهم دائما، فتلك عقول خدمت الدين في تلك الفترة، واليوم لا بد للشباب بإذن الله أن تكون لهم الجرأة على اقتحام عقبة الاجتهاد الذي تم إغلاقه لمدة بعيدة، وهذا يتنافى مع تحفيز الشباب
خاصة الذي يريد أن يعمل عقله لكي يصل إلى الحقائق. لأول وهلة حينما نسمع مثل هذا الكلام قبل أن أقرأ عليكم إن شاء الله تعالى مضمون هذا الامتحان في مادة التربية الإسلامية في الباك، فإننا في هذه الشهور الأخيرة رأينا هجوما كبيرا على القرآن، على السنة، على الصحابة، على الأئمة الأخيار، على الفقهاء الأبرار، رأينا هجوما غريبا. فهل هذا صدفة أم أن هنالك من يطبخ الأمر بليلا لكي يصبح علينا بمثل هذه الامتحانات الغريبة التي لم تشهد لها مادة التربية الإسلامية في المغرب منذ الاستقلال إلى الآن؟ جرأة على قطعيات ديننا كهاته التي سأقرأ عليكم بإذن الله. سأقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله. يا الله يا الله. كيف يعني كل لكي نقرأ عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى مضمون هذه، سأقرأ عليكم إن شاء الله تبارك مضمون هذه الوضعية، الوضعية التقويمية. اسمعوا إن شاء الله تبارك وتعالى: سهيل طالب في مقتبل العمر. إذا المسألة موجهة إلى الشباب في مقتبل العمر، لأنهم هم المعنيون بمستقبلهم ومستقبل بلدهم، انطلاقا من العقيدة والفكرة التي توجههم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. سهيل طالب في مقتبل العمر، دائم البحث والنظر والتأمل. إذن هو ليس من الشباب الجامد الذي يأخذ الدين قوالب كما ورث عن أجداده تماما، كما يقول الكثيرون ممن يهاجم ديننا. إذن فهو شاب طالب دائم البحث والنظر والتأمل. أثارت اهتمامه مداخلة زميلته شيماء عقب ندوة نظمها مركز التجديد والاجتهاد للدراسات والأبحاث. إذن فهنالك زميلة له شيماء حضر لها بإذن الله تبارك وتعالى في ندوة نظمها مركز التجديد والاجتهاد للدراسات والأبحاث. هذه المداخلة، مداخلة شيماء، لفتت انتباهه، وكان بإذن الله تبارك وتعالى عنوان هذه الندوة: الشريعة الإسلامية بين الأمس واليوم. إذن فهي مقارنة بين الشريعة الإسلامية بين الأمس وبين اليوم. ومما جاء في هذه المداخلة لشيماء زميلة أخينا سهيل: لقد آن الأوان، جاء الوقت للجمع بين الأديان السماوية الثلاثة مباشرة في دين واحد. الله 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 الله، يساير العصر وقضاياه ويتماشى مع الحضارة ويتماشى والحضارة الحديثة، وينبذ الاختلافات العقدية خاصة، وأن لهذه الأديان أصلا عقديا وتاريخيا واحدة. ألم تقرأوا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟ هذه الفكرة الأولى. الفكرة الأولى: لقد آن الأوان للجمع بين الأديان السماوية الثالثة في دين واحد، وهو يشير إلى الديانة الإبراهيمية التي يعمل الآن على إشاعتها ونشرها، وهي ديانة عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، يقودها شيطان الإنس والجن لتحريف الناس عن حقيقة الدين. لقد آن الأوان للجمع بين الأديان السماوية الثالثة في دين واحد. كيف دين واحد؟ كم موجود من الأديان احنا عندنا؟ كاين دين واحد مباشرة كاين دين واحد. علاش؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام
اللي كيقولوا بين الله ربي كيقول ثم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا، هو بذات يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والدين عند سيد ربي واحد، ان الدين عند الله الاسلام، الدين هكذا. واليهوديه والنصرانيه واسميه هي ان شاء الله تبارك وتعالى شرائع فقط، اما الدين الذي يدين به الناس لله ويسلمون لأمره عقيدة وشريعة هو واحد، هو الإسلام. وتجدون ذلك في كلام كل الأنبياء. يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا إن شاء الله تبارك وتعالى سليمان: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وآتوني مسلمين. موسى عليه السلام: فتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين. عيسى عليه السلام والحواريون يقول: واشهد بأننا مسلمون. فكل الأنبياء كانوا يقرون على أن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. فكيف يمكن بعد ذلك أن نجمع بين الأديان السماوية الثالثة في دين واحد يساير العصر؟ أيوة، هذه هي الحجة، يساير العصر. هل الإسلام لا يساير العصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، سنرى. وقضاياه ويتماشى والحضارة الحديثة. أيوة، هل الإسلام يضاد الحضارة الحديثة؟ ألم يكن الإسلام هو الذي خرج على العالم في زمن أوروبا، في زمن الحقبة الظلامية، عصر الظلمات، وخرج فيهم الإسلام يحرر عقولهم من أن يكونوا تابعين عياذا بالله للكنيسة ولفكرها الجامد، أليس هو الإسلام؟ ألم تكتب هناك شمس الله تطلع على الغرب؟ ألم يكتب المشرقون من الموضوعيين يتحدثون عن آثار الإسلام على حضارتهم؟ ولولا الإسلام ما وصلوا أبدا إلى ما وصلوا إليه، لظل عقلهم عياذا بالله عقلا يحاكم لمجرد التفكير، كما فعل بكوبرنيك وكما فعل بجاليليو حينما حكم عليهم بالإعدام فقط لأنهم توصلوا بإعمال الفكر إلى حقائق وإلى سنن في هذا الكون. ويتماشى والحضارة حديثة وينبذ الاختلافات العقدية، هم يعرفون أن هنالك اختلافات عقدية. فكيف يمكن أن نجمع بين إبراهيم الموحد هو الذي يقول لا إله إلا الله، والأنبياء الذين يقولون لا إله إلا الله كلهم، وبين من يزعم أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الله قد اتخذ ولدا، وأن عزير ابن الله؟ كيف يمكن أن يجمع بين عقيدتين؟ عقيدة تقول لا إله إلا الله، الرب واحد، والديان واحد، والحاكم واحد، والمشرع واحد، لا إله إلا هو سبحانه عز وجل، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ومن يزعم أن لله ولد وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الأرض وتنشق السماوات وتنشق السماء وتخر الأرض هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف نجمع بدين التوحيد والأديان التي والعياذ بالله قوامها الشرك بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة وأن لهذه الأديان أصلا عقديا وتاريخيا واحدا؟ يعني الأصل هو سيدنا إبراهيم، وإبراهيم هل كان يهوديا ونصرانيا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك فإن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
هذه هي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. المسألة الأولى التي يراد تمريرها على الممتحنين من أبناء المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. في المداخلة الثانية لزميلته شيماء في هذه الندوة يقول سهيل: في مداخلة ثانية أشار أنس إلى أن الشريعة، هذا أنس واحد أخر، المداخلة الثانية تاع أنس، أشار إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالجمود وعدم مسايرة مستجدات العصر. فإن شريعة الإسلام تتسم بالجمود. الله أكبر، يعني أن هذا الإسلام الذي حكم العالم 13 قرنا وانصهرت فيه كل الحضارات التي دخلت في الإسلام أفواجا، هل عجز الإسلام عن استيعابها وتوجيهها؟ ألم يدخل في الإسلام من كل حدب وصوب من كل الأجناس وصاروا من أعظم وأكبر علماء الأمة في كل التخصصات؟ كيف تكون الشريعة الإسلامية تتسم بالجمود وعدم مسايرة مستجدات العصر؟ هذا كلام طويل، لأن باب الاجتهاد قد أغلق. من قال لك إن باب الاجتهاد قد أغلق؟ قد أغلق اليوم أمام جميع المسلمين. من الذي أغلقه؟ إذا أردت أن تجتهد فاجتهد، ولكن هل لديك بإذن الله آليات الاجتهاد؟ هل أنت مؤهل لكي تجتهد؟ هل قرأت شيئا من علوم الآلة؟ هل قرأت شيئا من علوم القرآن؟ هل قرأت شيئا من علوم الحديث؟ هل قرأت إن شاء الله تبارك وتعالى الأصول؟ هل قرأت إن شاء الله تبارك وتعالى الفقه؟ هل قرأت إن شاء الله تبارك وتعالى أصول العلوم الإنسانية وعلوم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الطب؟ هل قرأتم أنتم هذا؟ هل أنتم مؤهلين لكي تجتهدوا في كل المواضيع التي تهم حركة الإنسان في الكون كله؟ فقد أغلق اليوم أمام جميع المسلمين بسبب الاكتفاء بأقوال العلماء السابقين. وفي هذا إذن لمز بالعلماء ولمز بخدماتهم الجلى، قيضهم الله تعالى لحفظ هذا الدين. لكن لما يكون هؤلاء عاجزون ولا يستطيعون النفاذ إلى هذا البنيان العظيم لهذا الدين العظيم الذي لا يخضع لأهواء أبدا البشر، والذي له قواعد متينة معتمدة لا يمكن لمن يقوم عليها أن يزلزل أو أن يهتز، وهذا الذي يصدم الغرب بعد 15 قرن من محاربة للإسلام، فيظل الإسلام هو الوحيد القادر المؤهل على رد كيد هؤلاء الذين يريدون إفساد عقائد الناس، ويريدون عياذا بالله الدعوة إلى أمور أخرى مصادمة للفطرة نسمعها من حين للآخر، ويراد أن تفرض على الأمة وتفرض على الدول الإسلامية خاصة أن تقنن قوانين لكي تسمح بها. ليس فقط تضاد الدين، ولكنها تصادم الإنسانية وفطرة البشر التي فطر الله الناس عليها. فكانت النتيجة تعطيل عقل المسلم ودوره في تدبر النص الشرعي وحسن فهمه وتنزيله. ها سيدي، كما قال واحد السيد: ها المضمار أمامكم، ها العقول عندكم، تدبروا النص الشرعي، اعملوا. هل عندي واحد شيء أسئلة، هل مثل هذه الوضعية التعويجية وليس التقويمية، يراد تعويج الأفهام وليس تقويم الأفهام، يراد إفساد العقول، يراد تغليب الهوى على العقل، يراد تغليب الانحراف على الاستقامة؟ هذه ليس ب هذه قلت ليس إن شاء الله تبارك وتعالى تقويم، هذا عوجاج. مقصود وفين في التعليم؟ وفين في التربية الإسلامية؟ وفين في الامتحان تاع الباك؟ الله أكبر، الله أكبر. هذه الأولى. ثانيا، من الذي يكون وراء
إعطاء مثل هذا الامتحان في التربية الإسلامية؟ هل يوجد أساتذة للتربية الإسلامية في المغرب يقولون في الدين هذا القول؟ أنا لا أعتقد. إنني أعرف رجال التربية الإسلامية وأساتذة التربية الإسلامية، وأعرف أن البلد مسلم ودستوره ينص على أن الإسلام دين الدولة. لا يمكن أن يضرب أس استقرار البلد، لا يمكن، وفي الامتحان. فمن الذي وضع هذا الامتحان؟ هل رجال التربية الإسلامية يوافقون على هذا؟ هل يوافقون؟ لا يوافق أحد أبداً أبداً. هذه الثانية. والثالثة، أين أولئك المشرفين على الامتحانات؟ كيف سمحوا بهذا النص في التربية الإسلامية أن يمتحن فيه تلامذتنا لا لقصد الامتحان، لمعرفة معلوماتهم حول أمور الدين، ولكن لدعوتهم إلى دين منحرف ولمز لعلماء الإسلام ولشريعة الإسلام، والزعم بأننا حرمنا من الاجتهاد وقد أغلق باب الاجتهاد؟ من الذي سمح لهذا النص وهذه الوضعية التعويجية أن تمر؟ وراها إن شاء الله تبارك وتعالى التفتيش، وراها الإدارة، وراها الأكاديميات، وراها الله الله، فات على كل شيء هذا الشيء؟ فات. الرابعة، أقول لمن كان وراء مثل هذا الامتحان، لن يستطيع أحد أن ينال بإسلام هذا البلد، فالبلد مسلم وأبناؤه مسلمون موحدون يخافون على استقرار البلد، فإن الإسلام ضمانة استقرار البلد منذ نشأته على الإسلام، ويخافون على انحرافه في الدنيا لما تؤول إليه الانحرافات، إلى انزلاقات خطيرة تحول الإنسان إلى ما يشبه الدابة يتبع هواه. فمثله كمثل، كما قال سيدي ربي، كمثل، نسأل الله العفو والعافية، أفمن اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثر من يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يخافون الآثار المترتبة على مثل هذا الانحراف العقدي الفكري، ويخافون على آخرتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، سيحاسبون، قفوهم إنهم مسؤولون. ولذلك أقول لمن وضع هذا أو كان وراءه، إن هنالك، إن لم يكن هنالك في الدنيا من لجنة أو مسؤول يخاف الله ويحافظ على دستور البلد ويحافظ على مقاصد ما يسمى بميثاق التعليم في البند الذي يشير إلى مقاصد التعليم، وهو تكوين الإنسان الصالح المصلح، إن لم يكن هنالك في الدنيا من يراقب، فإن الله يوم القيامة يجابههم بسوء نياتهم وأعمالهم ومقاصدهم وعملهم التخريبي في الأمة وفي عقائدها. عند الله تجتمع الخصوم. إن كنتم تستطيعون النجاة بأنفسكم في الدنيا لعدم وجود من يطبق مسألة القضايا الكبرى التي تضمن استقرار البلد وهو الدين كما ينص على ذلك الدستور، فغدا بيننا وبينكم الله، فكيف نستأمن الآن أمثال هؤلاء على أولادنا؟ كنا خايفين على أولادنا في الدول الغربية، كاين قوانين الآن صدرت يجوز لتلك الدول أن تسحب الأولاد من أحضان أمهاتهم لأمور الشرف وغيرها. ها احنا دروك فين غادي ندي ولادنا منين بقى التربية الإسلامية؟ ويمتحن ولدنا في الباك شاب بدعوى أنه يفكر ويتدبر ويتأمل، ها ماشي هالشرا وصلنا حتى احنا؟ وصلنا بسرعة بسرعة. فالله الله
في أولادنا، الله الله في ديننا، الله الله في تعليمنا، الله الله في تربيتنا، الله الله في آخرتنا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.